السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى استعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم. والبداية من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية التي قالت أن بعض اللاجئين في الأردن اضطروا لبيع بناتهم في زيجات حماية غير قانونية في كثير من الأحيان برجال أكبر في السن، حيث يبدو الاستغلال الجنسي والهجر من الشواغل الرئيسية. وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الصراع السوري في مارس 2011 تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة، منهم 70% من النساء والأطفال. في الوقت نفسه ظهر في مخيمات اللاجئين في تلك البلدان الرجال العرب الباحثون عن عرائس صغيرات في السن. وتنقل ساينس مونيتور عن عمال الإغاثة قولهم: إن المراهقات السوريات أصبحن عرضة لخطر الاستغلال الجنسي تحت ذريعة الزواج. هذه الزيجات غالبا ما تكون غير توافقية، تفتقر إلى غطاء قانوني، ويمكن أن يؤدي هجر الزوج إلى نتائج أسوأ على المدى البعيد، بما في ذلك البغاء القسري. وتشير إلى أن تصاعد وتيرة الحرب في سوريا دفع عددا من العائلات النازحة إلى تزويج بناتهم في عمر مبكر، اعتقادا منهم أن هذا الأمر سوف يحمي البنات من الاغتصاب أو بغرض التغطية على وصمة الاعتداء الجنسي الماضية، سواء أثناء الصراع أو في المخيمات. وتنقل الصحيفة عن لورين وولف مديرة منظمة نساء تحت الحصار التي تراقب العنف الجنسي في سوريا، أن الاغتصاب يستخدم في سوريا كسلاح في الحرب لإرهاب المدنيين. كما يشير تقرير صدر مؤخراً إلى أن اللاجئين في الأردن ولبنان يشعرون بالخوف من الاعتداء المسلح أو الاغتصاب الجماعي الذي كان يحدث في سوريا وفي كثير من الأحيان أمام أفراد الأسرة، وهو السبب الأساسي للفرار من بلدهم. ويتزامن هذا بحسب الصحيفة مع انخفاض الحماس لاستضافة اللاجئين وقلة الموارد مع استمرار تدفق اللاجئين، حيث بلغ عددهم 160 ألفا في مخيم الزعتري وحده الذي أصبح ثاني أكبر مخيم في العالم ورابع أكبر مدينة في الأردن حاليا، في الوقت الذي يفتقر المخيم إلى الخدمات الأمنية أو التواجد الشرطي. كتبت إيلين كوجمان مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان شعب سوريا يذرف الدموع، قالت فيه: تحدث العالم عن أزمة إنسانية عندما شاهد حالات الموت المفاجئ للأطفال في الغوطة. تحدث الجميع علانية عن هذا الأمر، وأدان قادة القوى العظمى الحادث وأسرفوا في إطلاق التهديدات بالقيام بعمل عسكري ضد نظام دمشق، بيد أنه بمرور الوقت خفتت هذه الأصوات وتراجعت القوى العظمى عن موقفها، ولم يعد هناك في أجندتها ما يشير إلى هؤلاء الأطفال الذين قتلوا أو الذين تعرضوا لمذبحة وحشية. وكان الشيء الوحيد الموجود في أجندتها هو الأسلحة الكيماوية. والآن ينصب تركيز العالم على قضية واحدة، كما لو كانت المشكلة السورية المستمرة منذ 3 أعوام مضت منحصرة فقط في مسألة الأسلحة الكيماوية. تدخل سوريا الآن الشتاء الثالث من الحرب الأهلية، وليس لدى السوريين هناك أي استعدادات لاستقبال فصل الشتاء، بيد أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الجوع، حيث يواجه 5 ملايين شخص خطر التعرض للمجاعة، حيث يتعين على الأشخاص أن يتناولوا الطعام غير النظيف أو حتى الحشائش أو أوراق الشجر. لقد انهارت البنية الأساسية الصحية بالكامل تقريبا بجانب انهيار الدولة، فقد جرى تدمير 40% من المستشفيات، فيما لم تعد المستشفيات المتبقية قادرة على التعامل مع الأوضاع الحالية، فضلاً عن أن الحصول على الأدوية بات ضرباً من الخيال. إذا لم تكن وحشية الحرب الأهلية كافية،
فإن سوريا تذرف أيضا الدموع على وفاة 4 أشخاص يوميا بسبب الجوع. إن الموت في سوريا لا يعني الأسلحة الكيماوية وحدها، فلم تكن تلك الأسلحة سوى علامة لقياس مدى الرعب في سوريا. لا يزال الشعب في سوريا يذرف الدموع والدماء في الوقت الراهن، في الوقت الذي لم تعد فيه الأسلحة الكيماوية حسب ما هو مزعوم موجودة. وعلى الرغم من استثمار العالم مليارات الدولارات في الأسلحة وتخصيص مليار دولار لتدمير الأسلحة الكيماوية وحدها، يعاني الشعب من الجوع بسبب عدم وجود رغيف الخبز. وفي هذا الصدد فإن السؤال الذي لم يثر هو: لماذا يقف العالم مكتوف الأيدي يشاهد وفيات الأطفال نتيجة نقص الغذاء؟ كتب هشام منور مقالا في صحيفة إيلاف تحت عنوان أطفال سوريا مستقبل البلاد المفوت، قال فيه: التقرير الأخير للأمم المتحدة عن أطفال سوريا اللاجئين في الأردن ولبنان بعنوان أطفال سوريا الخاسر الأكبر في الحرب السورية، ناقص خطر يقرع في ظل عدم وجود أي بصيص أمل يمكن أن نراه في نهاية النفق المظلم. واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث تحولت سوريا، حيث تقول الأمم المتحدة أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال الذين يعانون الضغوط النفسية عليهم العيش إما وحدهم أو بعيداً عن أسرهم. بالإضافة إلى ذلك فهم لا يتلقون التعليم ويجبرون على العمل بشكل غير قانوني وتحت ظروف قاسية. الجزء المتعلق بالتعليم هو الأكثر أهمية في التقرير، فما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين في الأردن لم يتلقى أي نوع من التعليم حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم في لبنان إلى 200,000 بحلول نهاية العام. وتضيف الكاتبة: حال الأطفال السوريين لا يختلف عن حال أطفال فلسطينيي سوريا، فبعد أن باعهم القاصي والداني ومنع الحليب ومستلزمات الأطفال من الوصول إلى المخيمات الفلسطينية، ما لم نقل جميع المخيمات، تصطف القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل بعد محاولاتها تلميع صورتها أمام الشارع الفلسطيني والشارع المناصر للنظام السوري في لبنان من خلال محاولة التوصل إلى اتفاق تاريخي مع مقاتلي المعارضة للخروج من مخيم اليرموك، فيما تتزايد حالات الموت البطيء لأمهات محاصرات داخل المخيم. وتتفرج قوات جبريل المؤيدة والمؤازرة للنظام السوري وهي تحتل مخيمات الحسينية والسبينة وتمنع رجوع الناس إلى بيوتهم بذرائع وحجج وهمية، ما جعل أطفال فلسطين في سوريا مضيعين أيضا، شأنهم شأن الأطفال السوريين من دون أن تلقى نداءاتهم أي استجابة أو صدى لدى أي من القيادات الفلسطينية في دمشق أو رام الله. ومن انتقال إلى وكالة أنباء الأناضول في تقرير إخباري لها عن قمة الخليج، كتبت: الصباح، دول الخليج مرتاحة لاتفاق جنيف النووي مع إيران. قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن ارتياحها لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي الإيراني. وأعرب الشيخ الصباح في خلال كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية 34 في الكويت مساء يوم الثلاثاء، أعرب عن تطلع دول مجلس التعاون السعودية الإمارات قطر البحرين عمان والكويت إلى أن يتحقق للاتفاق النجاح ليقود إلى اتفاق دائم يبعد عن المنطقة شبح التوتر. وتابع الصباح قائلا: بنظرة فاحصة على الظروف المحيطة بنا نؤكد وبجلاء على أهمية اجتماعنا اليوم وضرورة التشاور وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتبعاتها على منطقتنا بما يعزز من تكاتفنا. وتعرض أمير الكويت في كلمته للأزمة السورية داعيا إلى مضاعفة الجهود لحل تلك الأزمة،
منتقدا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وقال في هذا الصدد: ما زالت الكارثة الإنسانية في سوريا ماضية، مما يدعونا لمضاعفة الجهود والعمل مع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي الذي وقف عاجزا وبكل أسف عن ممارسة مسؤولياته التاريخية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية. وتابع: ونحن في دولة الكويت نشعر بألم الأشقاء ونسعى لتضميد جراحهم وتوفير سبل العيش لهم. لقد استجبنا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي سينعقد في منتصف كانون الثاني عام 2014، وندعوكم إلى المشاركة الفاعلة كعهدنا بكم لمساعدة أشقائنا. في سياق متصل، دعا أحمد الجربة رئيس ائتلاف المعارضة السوري إلى تأسيس صندوق خليجي لإغاثة الشعب السوري. وقال الجربة: أدعو لصندوق إغاثة ليعين شعبنا، فأنتم تعلمون حجم المأساة التي يعيشها خاصة اللاجئين الذين بلغ عددهم داخل وخارج سوريا 7 ملايين لاجئ ولاجئة. وبالانتقال إلى جريدة جسر التي كتبت مقالا تحت عنوان: جلاد النظام السوري المستعدون، بقلم جيفري وايت، قالت فيه: منذ اندلاع الثورة أثبت النظام السوري بأنه لن يتورع عن اللجوء لأي مستوى ضروري من العنف لسحق المعارضة. وقد كانت السمة الغالبة للحرب هي التصعيد المضطرد لقوة النظام النيرانية، وانتقلت قوات الأسد بسرعة إلى استخدام الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمدافع المضادة للطائرات ومدافع الهاون الثقيلة والمدفعية الميدانية وصواريخ المدفعية والحوامات القتالية المزودة بقنابل برميلية والطائرات المقاتلة ذات الجناح الثابت المزودة بأسلحة حارقة وانشطارية وصواريخ أرض-أرض وأخيراً الأسلحة الكيميائية. إن الهدف الاستراتيجي من القتل واضح، وهو تدمير قوات الثوار والقضاء على قاعدة دعمهم المدنية أو تشريدها، وإنشاء مناطق آمنة تحت سيطرة النظام وتهيئة جو من الإرهاب والذعر. كما أن القوات النظامية وغير النظامية التابعة للنظام تقتل السوريين وجها لوجه، ويشمل ذلك مذابح المدنيين وسجناء الحرب والإعدامات الميدانية وغيرها من عمليات القتل الخارجة عن اختصاص المحاكم وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وتحت وطأة التعذيب والإعدامات المباشرة في السجن. في سياق الجهود التي يقوم بها النظام لقمع ثورة شعبية بشكل عنيف، سحب هذا جزءا كبيرا من المجتمع السوري وأدخله في منظمات وعمليات القتل التي يقوم بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد قابل ثورة الأغلبية السنية بثورة أقلية علوية شيعية مضادة. إن ذلك يوسع نطاق التعقيد بشكل كبير، ويعتم على أي فكرة تفيد أنه بالإمكان إعادة بناء الدولة على أسس نظمها القديمة. وبالنظر إلى حجم الدم الذي أراقته قوات النظام، فمن غير المرجح أن يقبل أولئك الذين يقاتلون ضدها بأن تلعب دوراً مستمراً في سوريا ما بعد الحرب. إلى هنا تنتهي جولتنا في حادث الصحافة لهذا اليوم. شكراً لحسن متابعتكم. لنا لقاء متجدد غداً إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.